السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخل. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة، الدورة الأولى المستوى السادس ابتدائي، مكون الصرف والتحويل في مادة اللغة العربية. إذا كنت درت معكم مكوني الشكل وكذلك فهم المقروء، اليوم إن شاء الله غادي نديرو مكون الصرف والتحويل، وبعده التراكيب ثم الإملاء ثم التعبير الكتابي. إذا مرحبا بكم، وزيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا كل مكون عليه 10 ديال النقاط. نبدأ بالسؤال الأول، أصنف الأفعال التالية وأحدد نوعها. إذا قبل ما نبداو بالإنجاز ديال هذه الأسئلة، إذا كنذكروا بالدرسين اللي قرينا في هذه الوحدة، وهما درسي تصريف الفعل الصحيح وتصريف الفعل المعتل. إذا تصريف الفعل الصحيح بالنسبة للفعل السالم، بالنسبة للفعل المثال، وكذلك بالنسبة للفعل المهموز، بينما تصريف الفعل المعتل كنذكروا الأجوف وكذلك المثال. السؤال الأول، أصنف الأفعال التالية وأحدد نوعها، جوج النقط. إذا عندي أفعال وضع، فتح، بت، عرض، طاف، أمر، وصف، وزار، غنصنفهم إلى فعل صحيح وفعل معتل. قبل ما نعرفوا أو قبل ما نصنفوا، غادي نعرفوا شنو هو الفعل الصحيح وشنو هو الفعل المعتل. إذا الفعل الصحيح هو ما كان جميع أحرفه الأصلية صحيحة. إذا ما كان جميع أحرفه الأصلية صحيح، بينما الفعل المعتل وهو ما كانت أحد أحرفه الأصلية حرف علة. ملي كنتكلموا على حروف العلة، هي مجموعة في كلمة واي، إذا الواو والألف والياء هي حروف العلة. إذا نبدأ الآن أن نصنفه. إذا نبدأ بوضع. وضع هو فعل كما نعلم بأنه فعل مثال، إذا فعل معتل مثال، إذا وضع، لأن كيبدأ بحرف العلة موجود في الأول. وضع، فتح، عندنا فعل صحيح، فتح، فتح. بت، فعل صحيح، بت، نعم، بت، فعل صحيح. عرض، فعل كذلك صحيح، عرض، إذا حروفه الأصلية. طاف، أولى من الأفعال المعتلة، إذا طاف، نعم. أمر هو فعل صحيح. وصف فعل مثال أو فعل معتل مثال، إذا وصف. ثم زار فعل فعل معتل. زار، طاف، وزار هو فعل أجوف أفعال إذا طاف وزار أجوف، من الأفعال المعتلة الأجوف. علاش؟ لأن في الوسط ديالها أو في الجوف ديالها عندنا حرف العلة. وضع، وصف، ومن الأفعال المعتلة المثال. إذا فتح، بت، عرض، أمر من الأفعال الصحيحة. وضع، طاف، وصف، زار من الأفعال المعتلة. ندوزو الآن السؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا، أحول الجملة التالية إلى المضارع. إذا هذه الجملة هذه غنحولها إلى المضارع، وذلك حسب. حسب ماذا؟ حسب ضمير الجملة. حسب ضمير الجملة، إذا نتكلموا على الضمائر، نعم، إذا حسب ضمير الجملة. إذا عندنا أخذ الكتاب من فوق الرف. أخذ من أخذ؟ أخذ هو. إذا هو، إذا بغينا نحولوا هذا أخذ غنحولوا إلى المضارع، إذا هو فعل يأخذ. يأخذ، نعم، إذا يأخذ الكتاب، الكتابة من فوق الرف، مفهوم؟ إذن أخذ، حولنا الجملة، إذن شنو حولنا؟ حولنا فعل أخذ، حولناه إلى المضارع، بطبيعة الحال حسب الضمير، نعم، حسب ضمير الجملة. إذن ضمير الجملة هنا أخذ هو، من أخذ؟ هو، إذن هو يأخذ، يأخذ الكتابة من فوق الرف. ندوز الآن إلى السؤال التالي، دائما في إطار تحويل الجمل. إذن أحول الجملة التالية إلى الأمر، هنا كنتكلموا على الأمر. مدت له المساعدة، من مد له المساعدة؟ هي، إذن هي مدت، مدت، إذن هي مدت له المساعدة. إلا بغينا نحولها إلى الأمر، شنو غتولي؟ غتولي مدي، مدي له المساعدة، مدي له المساعدة،
إذن هي مدت له المساعدة. هنا غنحولوا الفعل مدت، غنحولوها في ضمير أنت، أنت مدي، نعم مدي له المساعدة. إذن هنا في هذه الحالة يفكك التضعيف مع بعض الضمائر. دوزوا الآن للسؤال الرابع، وهنا عندي واحد الجدول، وحولوا الجملة التالية إلى الأمر. نعم، إذا الجملة عندي قالت كلاما طيبا، قالت كلاما طيبا. إذا هنا كنتكلموا على تصريف الفعل المعتل الأجوف. إذا قالت، لأن الحرف ديال العلة كاين في الجوف، قال الألف هو حرف العلة. إذا قالت كلاما طيبا، أنت قولي، قولي كلاما، كلاما طيبا، طيبا، أنت قولي كلاما طيبا. أنتما، أنتما ماذا؟ أنتما قولا، قولا. لاحظ هنا حرف العلة ما اختفاش، أنا باقي في الجوف، إذا في الواو، إذا الواو حرف علة. قولي كلاما طيبا، أنتما قولا كلاما طيبا. نعم، أنتم قولوا، أنتم قولوا كلاما طيبا، طيبا. ولكن بالنسبة لأنتن هنا حرف العلة كيمشي، إذا أنتن قلنا، لا نقول قولنا، نقول قلنا، قلنا، يعني حرف العلة يختفي. إذا قلنا كلاما طيبا، إذا أنت قولي كلاما طيبا، أنتما قولا كلاما طيبا، أنتم قولوا كلاما طيبا، أنتن قلنا كلاما طيبا. ندوز الآن إلى السؤال الخامس والأخير في مكون الصرف والتحويل، وحولوا الجملة التالية إلى المضارع مع الضمائر. إذا هذه الجملة هذه غنحولها إلى المضارع مع هذه الضمائر، أنتما، أنتم، هن، وهم. إذا هنايا كنتكلموا في هذا السؤال على الفعل المعتل المثال، فعل معتل المثال، لأن حرف العلة كاينين في الأول. نعم، أنتما، أنتما تضعان، تضعان الكتاب في مكانه. لاحظ، لاحظ الفعل كيفاش ولا. إذا أنتما تضعان، أنتم تضعون، تضعون، أنتم تضعون الكتاب في مكانه. هن يضعن، يضعن، هن يضعن، يضعن الكتاب في مكانه. هم يضعون، هم يضعون الكتاب في مكانه. إذا أنتما تضعان الكتاب في مكانه، أنتم تضعون الكتاب في مكانه، هن يضعن الكتاب في مكانه، هم يضعون الكتاب في مكانه. إذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فقط مكون الصرف والتحويل، ما بغيش ندير حتى التراكيب لأنه الفيديو غادي يجي طويل وغادي يجي ممل، وبالتالي غادي نخلي التراكيب إلى فيديو قادم إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.